فيلم جينيفرز بادي من إخراج كارين كوساما. الفيديو ده برعاية حريف مسلسلات، أول وأكبر قناة متخصصة لتلخيص ومراجعة المسلسلات العالمية. اشترك دلوقتي وفعل الجرس عشان يوصل لك كل فيديوهاتنا الجديدة. دعمكم يهمنا وبيساعدنا إننا نكمل. الفيلم بيبدأ مع ندي وهي قاعدة قدام شباك زنزانتها في سجن المرضى النفسيين والعقليين، وبيبقى حواليها جوابات كتير من أصحابها وقرايبها بيدعوا لها إنها تتمسك بإيمانها. وبيجي دكتور من الدكاترة في السجن يقول لندي إن البريك بتاعها بدأ بقاله 5 دقايق. بتبدأ ندي تلبس عشان تطلع من الزنزانة وتتمشى في ساحة السجن وهي بتتأمل للمساجين حواليها، وهم بيلعبوا ألعاب رياضية محطوطة لهم في السجن عشان يفرغوا فيها طاقتهم وغضبهم لأن كلهم مرضى نفسيين. وفي صالة الأكل بتيجي الدكتورة مسؤولة عن حالة ندي وبتقول لها إنها محتاجة تاكل أكتر من كده عشان صحتها تتحسن، ولكن ندي بتهجم عليها وبتضربها وبتشتمها قدام كل المساجين. وبيحاولوا الحراس إنهم يسيطروا على ندي، سيطرتهم عليها بتبقى صعبة في الأول لكن في الآخر بيقدروا، وبتتحط ندي في حبس انفرادي. وبتقعد ندي في الحبس الانفرادي تفتكر إيه اللي وصلها للسجن. الحكاية بدأت من شهرين، ندي وحبيبها تشيب وصاحبتها جينيفر مجرد ناس عاديين، وكل الناس كانوا حواليهم في المدرسة بيستغربوا من صداقتهم، وإزاي بنت جميلة زي جينيفر تبقى صاحبة بنت عادية زي ندي. لكن جينيفر وندي كانوا صحاب من زمان وما كانوش مهتمين بتعليقات الناس على صداقتهم. جينيفر بتروح لندي المدرسة وبتعزمها على حفلة الروك اللي هتبقى في البار بالليل، وندي بتوافق وبتقول لها انها لازم تلبس حاجة لطيفة، وده معناه انها محتاجة تلبس حاجة تخلي شكلها حلو لكن طبعا مش احلى من جينيفر. بيوصلوا حفلة الروك وبتكون ندي معجبة قوي بالمغني بتاع الفرقة وبتحاول تتعرف عليه في نفس الوقت اللي جينيفر بتروح تتعرف على مغني الفرقة. ندي بتسمع المغني وهو بيقول لصاحبه انه هيتعرف على جينيفر عشان حاسس انه هيبقى اول واحد في حياتها، وهو ده اللي المغني بيدور عليه، ان البنت تكون عذراء. وبتروح ندي تحاول تحكي لجينيفر اللي سمعته لان طلبه غريب بالنسبة لهم، لكن جينيفر ما بتهتمش وما بتسمعش كلام ندي صاحبتها. وبتفضل جينيفر تبص للمغني وهو كمان بيبص لها طول ما هو بيغني، لكن للأسف في وسط الحفلة بتقوم حريقة في المكان والكل بيحاول يهرب، وجينيفر مش بتكون مهتمة نهائي وبتفضل مركزة مع المغني وكأنها مسحورة بيه. ولما بيقدروا يخرجوا برا بتحاول ندي تخليها تركز في خطورة الموقف، لكن المغني بياخد جينيفر معاه في العربية بتاعة الفرقة. بتروح ندي وبتفضل قلقانة على جينيفر صاحبتها، وبتكلم تشيب حبيبها وبتحكي له على اللي حصل، لكن هو بيحاول يقول لها انه مش عاوز يتدخل في اي حاجة ليها علاقة بجينيفر، وانه اهم حاجة بالنسبة له انها بخير وقدرت تطلع من الحريق. واول ما بتقفل مع تشيب ندي بتلاقي جينيفر واقفة وراها ولكن شكلها مخيف جدا وبتنزف من بقها، وبتحاول ندي تفهم منها ايه اللي حصل معاها وايه اللي خلى شكلها كده، لكن جينيفر مش بترد عليها وبتروح للتلاجة وبتبدأ تاكل بفجع. وبتحاول ندي تتفاهم معاها ولكن جينيفر بترجع حاجات سودة من بقها وبتهجم على ندي وبترميها على الحيطة وبتمشي. وتاني يوم في المدرسة بيكون في ناس كتير حزينة وبتعيط بسبب أصحابهم اللي ماتوا في الحريق، بس ندي بتفكر في جينيفر ومش مستوعبة اللي حصل امبارح. وبتتفاجئ ندي بجينيفر واقفة قدامها وبتتعامل معاها عادي كأن مفيش حاجة حصلت امبارح، وبتحاول ندي تفهم منها ايه اللي حصل ولكن جينيفر بتقنعها انها بس بتكبر الموضوع. بتروح جينيفر لجوناس وبتقنعه انه يدخل معاها الغابة وانه صاحبه اللي مات في الحريق كان نفسه يشوفهم مرتبطين. وبعد ما بيدخلوا الغابة بيلاقي جوناس انهم حواليهم حيوانات كتير وبتزقه على الشجرة وبتهجم عليه، في الوقت اللي بيكون فيه مدرس سامع صراخه من برا الغابة وبيفتكر انهم مجرد اولاد بيصرخوا من زعلهم على اصحابهم اللي ماتوا، لكنه بيحس بحاجة غريبة فبيروح يشوف مصدر الصوت ده. وفجأة بيلاقي جثة جوناس على الأرض والحيوانات بتاكلها. من بعد مشوار الغابة حلاوة جينيفر بدأت تزيد، وبتكلم ندي في التليفون وبتولع في لسانها بالولاعة ولكن ما بيحصل لهاش حاجة. وفي يوم بيبتدي شكل جينيفر يبان عليه التعب، ندي بتقول لجينيفر إن شكلها كأنها ما نامتش بقالها كتير وتعبانة. وبيجي ولد معاهم في المدرسة اسمه كولين بيعزم جينيفر على السينما، وجينيفر بتقبل عزومته. وبعد ما ندي بتقول لها إنه شاب لطيف
موافقة جينيفر بتخلي نيدي تستغرب جدا، لأنها عارفة إن كولين مش من نوع الولاد اللي جينيفر بتفضلهم، وبتحاول نيدي تفهم من جينيفر في إيه بيحصل معاها لأنها متغيرة بقالها فترة. ولكن جينيفر بتتجاهلها، وبيكون كولين في الطريق رايح للعنوان اللي جينيفر قالت له عليه عشان يقابلها، وبيكون متحمس جدا. لكن أول ما بيوصل بيلاقي جينيفر مستنياه في بيت غريب وشكله مخيف، وبتستقبله في أوضة مليانة شموع وبيبتدي يقلق. ولكن قلقه وخوفه منها بيزيد أكتر لما بيبص لها وبيلاقي عينيها اتغيرت وشكلها بقى مخيف جدا. جينيفر بتهجم عليه وبتقتله في الوقت اللي نيدي بتكون فيه الآن على جينيفر، وبتحاول تروح لها المكان اللي جينيفر وكولين هيتقابلوا فيه، بس نيدي بتلاقي جينيفر على الطريق وبيكون شكلها مخيف جدا، واللي بيخلي نيدي تترعب منها جدا وتلف بسرعة وترجع بالعربية، وبترجع اوضتها تنام وهي مرعوبة، وبتلاقي جينيفر بتخبط على شباكها وبتقول لها تفتح، وفعلا بتدخلها نيدي وبتسألها ايه اللي حصل وليه شكلها كان مخيف كده، وبتحكي لها جينيفر اللي حصل من الاول، وبتقول لها ان الموضوع كله بدأ لما راحت مع مغني فرقة الروك في عربيته بعد الحريق، وانه اخدها للشلال لانه كان فاكرها عذراء وكان عاوز يقدمها قربان للشيطان عشان يعمل طقس سحري، وده عن طريق انه يموتها بسكينة ويذبحها، بس لسبب غير معروف جينيفر مش بتموت، وبكده القربان ما اكتملش لانها ما كانتش عذراء. وهي راجعة في الطريق لقيت زميلهم وقتلته، ومن هنا اكتشفت انها محتاجة تقتل باستمرار علشان تعيش ويفضل شكلها جميل، لانها لما ما بتعملش كده بتبدأ تتعب وتعجز وشكلها يبقى مخيف. وده خلى نيدي تفهم ليه جينيفر بقت غريبة الفترة الأخيرة، وكمان بيفسر اختفاء عدد كبير من زمايلهم في المدرسة، وورتها إنها بقت قوية وإنها بقى مفيش جرح بيأثر فيها، وقامت معورة نفسها وورتها إزاي جرحها بيلم بسرعة. نيدي اترعبت من جينيفر جدا، جينيفر خلاص اتحولت لشيطان، نيدي مش مصدقة اللي جينيفر بتعمله ده وطردتها من بيتها، وبقت علاقة جينيفر ونيدي وحشة جدا. وفضلت نيدي تدور في الكتب لحد ما اتأكدت ان جينيفر كده اصبحت شيطانة في جسم انسانة، والحل الوحيد عشان تموت انها تطعن في قلبها. وقررت نيدي تكلم حبيبها تشيب وتقوله على اللي حصل عشان ما يروحش الحفلة بتاعت التخرج بتاعتهم، لكن هو ما صدقهاش وصمم انه يروح الحفلة. وفعلا بيروح الحفلة، ولما بيوصل وجينيفر بتشوفه بتقرر انها تستدرجه على جنب عشان يكون الضحية الجديدة، وبتروح نيدي الحفلة عشان تحاول تحمي تشيب من جينيفر. في نفس الوقت جينيفر بتكون استدرجت تشيب لحمام سباحة مهجور، وبترمي تشيب فيه وبتبتدي تهجم عليه، وبتكون نيدي عرفت مكانهم وبتوصل لهم. بتحاول تنقذ تشيب ولكن الوقت بيكون فات وجينيفر بتكون عضته خلاص، وبيبتدي تشيب يصدق كل اللي نيدي قالته، ولكن الوقت اتأخر وتشيب بيموت. فبتقرر نيدي انها تنتقم لتشيب من جينيفر، بتلبس وبتروح لبيت جينيفر وبتهجم عليها وبتحاول تضربها بالسكينة في قلبها، ولكن جينيفر بتكون اقوى منها. نيدي بتشد السلسلة من رقبة جينيفر وبتطعنها بالسكينة في قلبها، وبتيجي الشرطة الصبح وبتاخد نيدي على السجن، ولكن الموضوع ما انتهاش لحد هنا. جينيفر بتبقى عضة نيدي، وده اللي خلاها تنقل لها جزء من قوتها، وقوة نيدي هي اللي بتساعدها تهرب من السجن اللي هي محطوطة فيه عشان تدور على أعضاء الفرقة اللي عملوا كده في جينيفر وتنتقم لها. وبكده يكون الفيلم خلص. ما تنسوش تزوروا صفحة فيسبوك لفيديوهات أكتر. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة.